كاتاه لي ما رانا شحال نطلع دات رانا 12 ديسمبر 2000 و 2024 عندي طلبيه منزليه البنات. شوف الله يبارك القطع نتاع اللحم، هذا اللحم اللي شينا اليوم اسباني فوالا، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. البرازيلي بيان سور فيكم كيطلبوا لي برازيلي، البرازيلي يطلبوه الافونس. اليوم شوف اللحم الاسباني كما راكم تشوفوا، هذا اللحم المستورد. عندنا اللحم الاسباني راه 170000 للكيلو بيان سور. انت كي ديري طلبيه كبيره راح ينقص لك شويه، كي تكون طلبيه صغيره اكيد ما يقدرش ينقص لك فيها. عندنا اللحم المستورد قلنا عندنا اليوم حقيت 23 كيلو بيان سور غير القطع، بس حقيت 9 كيلو درناهم في لي بولات، 9 كيلو درناهم في لي بولات، ودرت 23 لا استغفر الله 8 كيلو درتهم في لي بولات باسكو خليت كيلو اكوتي، 8 كيلو درتهم في لي بولات ودرت 23 كيلو نتاع قطع. انا شنو زدت شويه قطع زياده، كاين دي فوا نحب بيان سور، انا قلت لكم عندهم من يروحوا قطع اللي زدتهم زياده هذوك اكيد ما عادش نحسبهم، هذوك داخلين في حسابي. المهم البنات الانسان لازم يكتب له ورقه وستيلو باش راكم تعرفوا هذا الشيء نتحاسبوا عليه. الامانه تاع الناس البنات عندي 150 غرام في القطعه، القطعه كي درتها 150 غرام كي تكون طلبيه. شوف الله يبارك 150 غرام في القطعه، الله يبارك كل قطعه قلنا فيها 150 غرام تاع اللحم اسباني. جاني تقريبا القضيه تاع اليوم 9 ملايين، باش نقول لكم كيفاش تحسبوا 9 ملايين راح نقسموها على 150 شخص، شحال نصيبوا؟ نصيبوا تقريبا 60000، يعني بلا ما حسبت الترونسبور بلا ما حسبت. المهم 60000 هذيك انت واش ديري؟ تدي زعما كنت جاك 60000 تدي 60000 الحق نتاع التعب نتاعك، باسكو 60000 واش فيها؟ فيها حق مقضيتي، فيها الخلوطه في دارك، فيها بيان سيغ التعب نتاعك 60000، يعني كيما الحلويات كيما يحسبوا قد القضيان قد التعب، قد القضيان قد التعب. انا جاني مثلا القضيان 9 ملايين، الطلبيه اكيد تاع اليوم راح تخرج 9 ملايين، فهمتوني؟ ها فيها ترونسبور، فيها البنات اللي نخلصهم، فيها بزاف حوايج داخلين في الحساب. المهم عندك باش تحسبي انت لصحاب الطلبيات، مثلا عندك 10 اشخاص، حسبي القضيان تاعك شحال جاك ال 10 اشخاص، جاك مثلا مليون، تقسمي المليون تاعك هذاك تضربي فيه زوج، تولي 2 ملايين، مليون تاعك الفايده تقسميه مع اللي يعاونوك. والمليون نتاع القضيان، هذه هي كيفاش نحسبوا، وانتم قولوا لي البنات كيفاش راكم تحسبوا. انا المهم هذه الطريقه المعتمده، وهذه الطريقه اللي نمشوا بها، يعني تقريبا يجيني 120، يعني 120 1200 دينار للشخص. سمحوا لي البنات راني كثير بين اليامات، اللي هي 120000 للشخص، 120000 للشخص فيها المتوم وشربه وسلطه، 120000 للشخص. عندكم 10 اشخاص مليون و200، عندكم 100 شخص 12 مليون، عندكم 20 شخص 2 ملايين و400، عندكم 40 شخص 4 ملايين و400، 4 ملايين و800. هذه هي البنات كيفاش تحسبوا، واكيد نتوما كي تشوفوا مصدر يعني اللحم منين تشروا مواشاه. انا صراحه ما عنديش كيفاش تنقل ايتو باش نروح وين كاين وين يبيعوا في القبه لا بروفال، كانوا يبيعوا قالوا لي في الحراج ثاني، انا نشري غير لهنا قدامي، كاين زوج جزار نشري عليهم، كاين جعدون وكاين بالحسين لهنا نشري عليهم، كاين ديفون جيني طلبيه نتاع اللحم البرازيلي يحبوا حاجه رخيصه هنشري فيه 120000، هنصيفطوا فيه جهه ثانيه مواشاه راح نشري من جهه ثانيه هذه المره باذن الله ان شاء الله ربي يسهلنا. نورمالمون الجهه الثانيه صح حسبها لي 110000، هذاك تاع اللحم البرازيلي. اللحم الاسباني عندنا 170000 الكيلو، اكيد كدي كميه كبيره يحسبوا لك 165000 الكمية كبيرة. عندي اللحم المحلي راهو 250-240 في الكيلو، أكيد اللحم المحلي قليل وين يدوموندو، وانتيا بصح كوني أونيت كوني أمينة، كوني كما نقولو ضميرك خدمي بضميرك، والسحت بالكي بالكي والسحت، باسكو تقولي بلي ما نقولهاش ما لا لا لازم تقولي لها، هي تقول لك هي ما تعرفش السيدة، تقول لك ندوموندي لك المسوم فور أون بيغسون ولا دو بيغسون ولا. انت يا ما تقولهاش تاع البرازيلي، لا لا قولي لها مادام واش حبيتي، حبيتي برازيلي، حبيتي اسباني ولا حبيتي محلي، دوكا هي واش تحب تاكل، ماشي تحسبي لها انت البرازيلي بسمة الاسباني ولا الاسباني بسمة المحلي، لا لا هذيك حرام عليك، يعني هذو كامل اللي تعلموا على يدي، هنوري لكم كل حاجه يعني من الالف الى الياء. عندك المشتريات نتاعك تحسبيهم، كنت حنقول لكم على نقطه ولا غنستناش النقطه كنت حنقول لكم. المهم سمعت العين ما تقصي لها شويه سميره
المهم البنات قلت لكم اللحم البرازيلي عنده سعره، لازم تكوني اونيت، اللحم المحلي عنده سعره واللحم الاسباني عنده سعره، انت شوفي الفئه. واكيد كيت شرحي لها مع الاول، كانت تبيع لها غير كيت اللحم وتقول لك انا نحسب المتوم نحسب لك 40 الف للشخص. لا لا، حنايا القطعه فيها 150 غرام وفيها ثلاثه كريات نتاع لحم، كريات تاع اللحم متوسطه، يعني كما دائما نوريكم كريات نتاع لافيون دارشي. انا عندي القطعه فيها 150 غرام وعندي ثلاث كريات، يعني بالطبع والشام. الا حبيتي حاجه كما نقولوا مواشاه تخرج لك الطلبيه تاعك نقول له 50 الف، تخرج لك 45 الف، يعني حينقص الثمن اكيد 50 الف، تجيك انت 100 الف. 100 الف ماشي غير مثوم وحده، هاني نقول لك مثوم وشربه وسلطه، المثوم وحده راح يخرج لك 60 الف، يكون مثوم وحده يخرج لك 60 الف، يعني كيكون الطلبيه فقط نتاع المثوم 60 الف، يعني فيها خدمتك فيها حقك وفيها فيها اللحم نتاع المخلوقه. هذه يعني تبيعي لها هذاك لافاغ تبيعيها لها ب 60 الف. هذه هي البلاد، ان شاء الله تكونوا فهمتوني، على بالي بلي ما نشرح مليح بصح قلت ولا غنقول لهم هذه الملاحظه، خاصه البنات بزاف راهم يسقسوني سوتو اللي يخدموا معايا، قلت ولا غير نقول لكم انتم ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.